اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليه السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكسال يماني فأتيني به فأتيته بالكسال يماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يدلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكسوة فقبل الحسن نحو الكسوة وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكسوة قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكسوة اللهم صل فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليه السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شام يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسوة اللهم صل على محمد وقال إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليه السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوة قال له عليه السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسوة اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليه السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلمقدمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطوف الكساء يوم أبي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ودومهم دومي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ونعمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يوم ملائكته ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مثية ولو قمرا منيرا ولو شمسا مزية ولو فلكا يدور ولو بحرا يجري ولو فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم فاطمة. وقال عز وجل أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وفعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي نحبي ذيل العرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولو أرضا مثية ولو قمرا منيرا ولو شمسا مزية ولو فلكا يدور ولو بحرا يجري ولو فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إن هنا قد أذنت لكم فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا
ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله حزن فوز شيعتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحفل أهل دار وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا تألف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم أدخل لأهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشف كل جويع، اللهم المس كل عريان، اللهم اقض عين كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم غير سؤالنا بحسن حواليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.